لأنه كان كيشد كاميرا كيتزعزع بحال هكا شي واحد عنده تليفون زعما على قد الحال يبغي يصور فلوغ زعما هذه تشاف اكثر الا كانت الكاليتي كاليتي اكثر ولكن مثلا فوالا حط تليفون مثلا فشي بلاصه ولا هذا غير ما يكونش ديك الزعزع بزاف ما منصحش به فوالا انت شفت سيمو انا عندي اعتراض تفضل اخويا تفضل اخويا عندي اعتراض حيت فاش بديت انا الفلوغ بديتو بكاميرا ياك ولكن كانت زعزع وداك الشيء وانما كيبقى في الكونتوني انت بنادم شنو كتبارطاجي داخل في لو شارم ديال الحركه ديالك والنشاط ديالك فوالا وفي المونتاج عاوتاني كتزيد تنشط داك الفيديو كتزيدو بالانيماسيون لا ترانزيسيون فهمتي.